احنا بجامعة عم نعمل هاي الفرحة الكبيرة ومنتمنيها لكل شخص. أنا مبسوطة بهالفرحة الكبيرة، واقفين هلأ عدراج بعلبك اللي وقفوا عليها فنانين كبار. الهدف من إقامة عرس الجامعة أو شيء عام تعميم الفرحة المنطقة، خاصة في هذه الظروف الصعبة الاقتصادية والمرضية، واللي اقتصرنا سنة هيد العرس الجامعي على إقامة فقط صورة تذكارية للعرسين، بأكيد ضمن الاحتياطات ومراعاة للإعلان التعبئة العامة بخصوص جائحة كورونا.